لايك واشتراك وشير للفيديو، وإليكم التفاصيل. الأسد الأطلسي أشرف حكيمي يكشف فضيحة خليل وزيتش داخل المنتخب المغربي من خلال تصريحات نارية اليوم. أشرف حكيمي أكد بأن هناك أمور تحدث داخل المنتخب المغربي سيئة تماما. أشرف حكيمي لم يفصح عن هذا الأمر أو عن هذه الأمور، ولكن واضحة بأنه يوجه رسالته إلى خليل وزيتش. يفضح أمره، أمور تحدث داخل المنتخب المغربي سيئة تماما. تصريح ناري من أشرف حكيمي في إشارة إلى خليل وزيتش والأمور الخبيثة التي يفعلها داخل المنتخب المغربي واختياراته الغريبة وتكتيكه الغريب. الجزء الثاني من الحلقة، العملاق الإيطالي يوفنتوس يقترب بشدة من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي. أليجري مدرب يوفنتوس يفجر في تصريحات رسمية، أريد زياش بأي ثمن.